يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأشاعرة هل خطأهم فقط في الأسماء والصفات، أي أنهم مقرون بتوحيد الألوهية والربوبية؟ يركزون على توحيد الربوبية فقط، ويقيمون عليه البراهين العقلية بزعمهم، أما توحيد الألوهية هم لا يهتمون به ولا يعلمونه للناس ولا يبينونه للناس. نعم، الكلام على الاهتمام والتعليم، أما أنهم يقعون في الشرك فلا ندري عنهم، لا ندري عنهم، لكنهم مقصرون في التوحيد، معرفة التوحيد. نعم.